الموسيقى دي بسمعها بفتكر كل وردة حلوة بتزرع في مصر، والمبادرات اللي بتتعمل. مجلس الوزراء عمل واتساب عشان الناس لو شايفة أقوام للقمامة ممكن تصل بيها، لكن كان في مبادرة كنا قدمناها منذ فترة بعيد تقديمها للمسؤولين، اللي احنا نعمل الاسم يبقى اسمه دايما جميلة دايما عظيمة يا مصر. بلدنا حلوة، بلدنا جميلة. بنشوف بعض الصور، حاجات يعني سريعة بجيبها لكم. في حلوان شفت الصورة دي مرة على الفيسبوك، كانت حديقة فاضية وكانت تقريبا جراش أو مهملة، بقى شكلها عامل ازاي؟ المصور مصور من فوق، ده قبل تطويرها، مش عارف بقى الحي ولا تقريبا الحي اللي عمل كده، فبنحييه. الصورة دي في حلوان، شوفوا الفرق رهيب. في قرية البرولوس أو مدينة برولوس في كفر الشيخ في مبادرة بتعمل كل سنة، نفسي المحافظين يجيبوا الجمعيات اللي بتشتغل في مجال البيئة، كليات الفنون الفنون الجميلة أو تطبيقية، مدارس الصنايع، بعض الفنانين. وشوف الصور الجميلة دي، لو عملناها في العشوائيات، عملناها في المناطق الشعبية. بصوا عايزين ننزل صورة يا جماعة بتاعت البرولوس كفر الشيخ. بصوا ده شباك، بصوا البيوت عاملة ازاي. ده بنشوفه في اليونان، بنشوف حتت كتيرة خلوها جميلة. يعني المنازل هناك، ست قاعدة اهو بره، انا بحيي المبادرة دي. حتى السور شوفوا عاملة ازاي، الالوان بتاعت الناس قاعدين في كرنفال جميل. الولاد شافوا الصورة الحلوة دي، طبعا سفلتت مع الوقت بقى ممكن يحصل اشياء اجمل. دي مبادرة جميلة بقدمها لكم، اللي احنا نعمل كل ده في مصر. عندنا قدرة من خلال جمعيات، من خلال شباب الرياضة، من خلال التربية والتعليم، التعليم العالي، كل اشتغل في وقت واحد، 3 شهور او 6 شهور تلاقي البلد شكلها جميل. بس ليها اسس كاتبينها، محتاجة ان احنا نقدمها للسيد رئيس الوزراء، وزيرة البيئة، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين، وناخد خطواتها.